صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سورة صاد. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 38 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت صاد لاستهلالها بحرف صاد دلالة على الإعجاز القرآني. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 38 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 88. عدد الكلمات 735. عدد الحروف 2991. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 86، المنسوخة 2. مواضيعها. كانت نبوة النبي ورسالته هي محور هذه السورة، فافتتحت بالقسم صاد والقرآن ذي الذكر. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنذر للناس وداعية العبودية لله الواحد القهار. أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والمضي في إنذار المشركين وتبليغ دعوته. ضربت الأمثال بالأمم السابقة التي كذبت وما لاقت من عذاب وهلاك ودمار. ذكرت السورة قصة سيدنا داود، ومرت على ذكر إسحاق، يعقوب، إسماعيل، أليسع وذي الكفل عليهم السلام. روت قصة خلق بني آدم، وذكرت حديث إبليس عن غوايته للناس إلا المخلصين.